بعض الديانات الآن في هذا العصر مثلا تجد بعض هناك من الديانات تعبد صنما، ويأتون بهذه الأصنام يجعلونها في مؤسساتهم العامة والخاصة في شوارعهم، ويأتون بالأطعمة وبالأشربة يضعونها عند الصنم، ويزينون هذا الصنم بالذهب وبأشياء وربما بجواهر كريمة إلى غير ذلك، ويعبدون ويبنون له معابد مزخرفة وربما فيها شيء من الذهب والجواهر، فيقدسون ذلك الصنم تقديسا، ويعتقدون أن هذا الصنم يقربهم إلى الله وأنه ينفع ويضر وينزل لهم البركات، ويعتقدون أن هذا الصنم يعتقدون في الصنم أيضا أنه يشرب ويأكل إلى غير ذلك. فانظروا إلى سخافة العقول، إلى عقول البشر إلى أين وصلوا، وهم قد وصلوا في التقدم التكنولوجي وصلوا إلى ما وصلوا إليه، يعني فاقوا كثير من الأمم في التكنولوجيا، ولكن انظروا إلى اعتقادهم الفاسد أنهم يتقربون إلى ذلك الصنم ويحملون معهم في حقائبهم، في مطاراتهم، في طائراتهم، في مؤسساتهم، في أعمالهم، في مستشفياتهم، في كل مكان يحملونه معهم، وربما يضعونه هناك ويتقربون إليه ويتمسحون به هكذا. فانظروا إلى صخابة العقول، فهذه قضايا يعني عقائد فاسدة ينافع عنها الناس كثيرا، الملاحدة ينافحون ويدافعون أن الله تعالى أن الكون وجد هكذا، هكذا يقولون ويتصورون. النصارى يعتقدون أن عيسى عليه السلام حل فيه الإله فصار إلها محضا، ومنهم من يعتقد أن عيسى يحمل طبيعتين، طبيعة اللاهوت وطبيعة الناسوت، يعني إنسان إله وإنسان في نفس الوقت، هذا أيضا موجود عند بعض الطوائف عندهم في بعض مذاهبهم، وينافحون من أجل هذه العقيدة ويدافعون من أجلها ويقاتلون، ولذا قاتلوا المسلمين ويعني حملوا حملات صليبية وشنوا حملات صليبية على المسلمين دفاعا عن عقيدتهم التي يعتقدونها، ولا زالت عداوتهم للمسلمين بسبب هذه العقيدة التي يرتبطون بها. وكذلك اليهود، وإن كان اليهود إلى التوحيد أقرب من النصارى، لكن أيضا عندهم يعني كثير من الانحرافات في عقائدهم، لأن اليهود أيضا قسموا الله تعالى تقسيما وصوروه تصويرا، وقالوا بأنه ينزل ويهبط ويصعد ويقاتل، وأنه قاتل يعقوب وأن يعقوب غلبه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إلى غير ذلك من الأقوال التي يعتقدونها في الله جل جلاله. وهذه العقائد التي كانوا يعتقدونها ضموها ودسوها في عقيدة المسلمين، فصار كثير من المسلمين يصدقون هذه العقائد وينافحون من أجلها ويدافعون ويعتقدونها ويعضون عليها بالنواجذ.